حزب الأصالة والمعاصرة أعتقد أنه الآن سيعود من بعيد من حزب محسوب على الدولة، حزب يخضع للتعليمات، إلى حزب، إلى مرحلة يجتمع فيها الاستمرارية والقطيعة. الاستمرارية كفكرة نبيلة حداثية ديمقراطية تسعى إلى دفع المغرب إلى القرن، إلى هذا القرن، في إطار التحديات التكنولوجية والسياسية والاقتصادية التي تنتظره. وفي المقابل الآخر هناك القطيعة مع كثير من السلوكيات داخل هذا الحزب، الاستقواء بالسلطة، الاستقواء بالقرارات، الاستقواء بالتعليمات، أو الاستقواء بأسماء وأشخاص. أعتقد أننا انتهينا من هذه المرحلة، وسنحاول بكل ما نملك من قوة أن نكون حزبا عاديا يحترم جميع الأحزاب، يخضع لالتزاماته الديمقراطية التي ينص عليها الدستور، ويسعى إلى التموقع مع الذين يسعون إلى أن يكونوا الأولين من أجل أن يؤثر في الشأن العام. النقاش داخل الحزب لم يكن نقاشا بين أفراد، بين أشخاص. النقاش داخل الحزب كان بين توجهين، توجه يريد الاستمرارية مع تلك السلوكيات، وتوجه يريد القطيعة مع تلك السلوكيات. في الماضي كانت المعركة قوية، لم نتصالح يعني أننا تفاهمنا، ولكننا تصالحنا لأننا أخرنا كثيرا من نقط النقاش، ونجتهد حتى نستطيع أن نجد بعض الحلول الفكرية والسياسية التي قدرنا نختلف فيها. لا نريد أن نجر وراءنا كثير من المشاكل التي أنشأتها الفترة السابقة. في المقابل أرى في مواجهتي، أرى في حلبة النقاش الآن الأستاذ الشيخ محمد بيد الله. أنتم تعرفوا علاقتي بالشيخ محمد بيد الله، أولا كصديق شخصي، ثانيا كأحد أطر من أطر الدولة وكأمين عام سابق. له مكانته وله احترامه وله موقعه وله قدرته في إدارة القضايا الحزبية بهدوئه المشهور به، وكذلك بعدم تسرعه. لهذه الأسباب كلها أعلن أمامكم اليوم أنني مرشح للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة. ويشرفني أولا أن أترشح لهذه المسؤولية من خلال التصورات التي تعرفونها جميعا، وجلكم صحفيون التقوني في بعض اللحظات وتعرفون مواقفي من قضايا متعددة. ويشرفني كذلك أن أنافس شيخي وأستاذي الشيخ محمد بيد الله، وسيبقى، وأنا أتمنى أن يكون هذا التنافس خطوة صغيرة نحو إعطاء صورة جديدة للتوجهات الجديدة للحزب، وهو التوجه الديمقراطي.